كابتن شريف، شوط صعب على النادي الاهلي. اتكلمنا قبل بدايه المباراه ان ده فريق متحرك، فريق عنده ثقه جامده جدا، لعيبه بتتحرك في كل مكان، بيستلم الكوره، امكانيات عاليه جدا في الكوره. قلنا لازم يواكب ده كله اسلوب في اللعب ولعيبه معينه تبقى موجوده في الملعب وطريقه تاكتكس تلعب مع الناس دي غير الطريقه اللي احنا لعبنا بيها 4-2-3-1 او لا لا، احنا قلنا لازم يبقى في ستاره في نص الملعب تساعد دفاعك كويس، وبتلعب على السرعات المتاحه ليك اذا كان في الفراوده والتمويل ده، وتبقى كومباكت كل الفرقه بتاعتك مع بعض. واضح جدا ان اللاين فيرول بتاعك عمل ضغط في الاول، وبعد كده رجع نص ملعب بعد ما دخل فيه الهدف، وابتديت تحس بخطوره واداء وسرعه لعيبه سان داونز. انا من الاول اتكلمت على على نص الملعب وضروره وجود مروان عطيه في مباراه زي دي، بنقفل المساحات، ما يخلوش يلعب بالراحه دي كلها والضغط كله على الاطراف. هم عارفين علي معلول ده اللي بيطلع عندك، فبيلعبوا في ظهره على طول، والراجل السنتر فيلد بتاعه بيروح مايل على علي معلول او الناحيه الثانيه على محمد هاني. محمد هاني مش عارف يلعب جوه ولا يلعب بره ولا يتقدم ولا يتاخر، عليه ثلاثه بيلعبوا الناحيه دي. ده غير التوفيق العالي جدا في فرقه سان داون، تحس ان في كل كوره ممكن يجيبوها جول، يعني في كل كوره عندهم ثقه دايما على الفرقه بتاعتك ان هم عاملين خطوره، عاملين شوتينج متوفقين فيه جدا. الشوط الاول الجول الاول والجول الثالث، الجول الثالث ده جول احنا مش شفناهوش بقالنا سنين، ان الكره بتروح بهذا الشكل اللي هو معاهم ولا ايه، انا مش عارف يعني، لا يسأل عليها احد. دايما بنسال بيقول قابل ما تخليش يشوط، وانت عندك الكواليتي كمان اللي موجود، انت مش عارف تمسك ولا تقابل ولا لعيبه بتلعب بتاعه سان داونز الحقيقه يعني متحكمه في زمام الامور كله في الملعب. انت السؤال اللي قلته لعادل، انت هتبقى فعل ولا رد فعل؟ ده اللي انا كنت اقصده، انت رد فعل بس رد فعل غير منظم، انت مش عارف تهجم ولا تدافع ولا تقف في وسط ملعبك، ومهام كل واحد فينا غير معلومه، لان هما بيتحركوا اسرع بكتير جدا، هما متغيرين، ما عندهمش ثوابت في الاماكن كمان. فانت بتسلم ده بيسلم ده بيسلم ده في ظل ان النتيجه كمان عامله لك حاله معنويه. هما كمان فرقه تكتيكيه على مستوى عالي كبير جدا جدا، بقول لك هما متحركين جدا، بيروحوا في كل حته في الملعب، انت اصلا مش عارف تسلم ده لده. ده غير بقى ان في لعيبه في الملعب ده مش ماتشها، يعني طاهر محمد طاهر وكندوسي ما افتكرش ان بيعملوا اي حاجه خلي بالك تساهم او تساعد غير محاولات اذا كانت دفاعيه او محاولات كانت هجوميه، وفيش غير بيرس تاو عندك اللي فايق الحقيقه، وحاسس انه بيلعب في ملعبه يعني وفي وسط جماهيره يعني. فانت لازم يحصل تغيير جذري في اسلوب لعبك، وتحترم الفريق المنافس، وتلعب على انك انت تقدر تخش المباراه بهدف سريع في الشوط الثاني، وبعد كده يبقى تاني.